سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، صحه جيده. ومرحبا بكم في لاشين ديالي ديليت ام اليان. كيف ما وعدتكم ديما يكونوا وصفات ديال رمضان ان شاء الله اللي ما بقى ليه والو. وغادي تكتشفوا معايا وصفات اليوم اللي هي مطلوبه بزاف في لي ريزو سوسيو، وديما كنشوفوها يعني كاين اللي كتصدق له كاين اللي ما كتصدقلوش. ان شاء الله بهذه الوصفه انا ديجا سيتها قبل ما نحطها في فلاشين ديالي، اللي هي سهله وناجحه 100%. لذلك غادي نكتشفوا المقادير. عندي سميد رطب واحد الكاس، نتوما تعبروا باي حاجه عندكم، سوا زلافه سوا كاس صغير سوا كاس كبير على حسب القدر اللي بغيتوه نتوما. انا هذا الكاس كما كتشوفوا شويه كبير لا باس به. الوغ عندي سميده سميد الرطب، لا فارين يعني نفس الكميه ديال السميد، درت الفرينه. وهنايا هذا الكاس اللي هو لو ميم غادي نعبر به الماء، كندير 3 ديال الكيسان ديال الماء، معلقه كبيره ديال الزيت، لان هاد الورقه اللي غادي نديرها ما غاديش ندهنوها بالزيت من بعد ما كنطيبوها، يعني كيتكون فيها الزيت الداخل، ما كتنشفش معكم، يكتفي انكم غير تغطيوها. وبيان سور الملح حسب الذوق. وغادي نحتاج واحد لو بانسو اللي غادي نخدمو به، وبيان سور واحد الخلاط كهربائي اللي غادي نخلطو به. فوالا، خليكم معايا باش تكتشفوا طريقة. غادي نبداو على بركة الله. فوالا كندير السميد، من بعد لافارين، الملح كيف ما قلت لكم حسب الذوق، كنديروش بزاف لان ديجا الحشوة ديالنا سوا بغينا نديروها سكري حلوة او لا مالحة، يعني الورقة ديالنا غادي تكون كل ما منحى ما حلوة. والزيت معلقة كبيرة والماء. هذاك الشيء كنديرو خلاط كهربائي يعني كيسهل علينا الاستعمال، دونك ما خصوش يبقى فيها دوك الحبيبات، سينو لا بات ديالنا ما غاديش تجي زوينه، ما غاديش تجي مليحه. ودابا من بعد ما ساليت انا غادي نخلي لا بات ديالي كترتاح 30 دقيقه على الاقل، ومن بعد عاد كنزيدو باش نطيبوها. خليوها ترتاح ومن بعد ندوز معكم باش نطيبوها. دابا تنجيبو واحد مقله طيفان اللي ما كتكونش كتلصق، صافي وكنبداو بركه الله. بيان سور ما نكونوش دايرين المقله في النار، وكنحاولوا هذيك الورقه ما نخليوش الفراغات خاويين، يعني ضروري كتعمر كامله، وحاولوا ما ديروهاش عاود غليظه بزاف. الاحسن يكون واحد لو بانسو لي يكون غليظ كيسهل عليكم الاستعمال. كنحاول ما باش ما نديرش بزاف ديال لي كوش ديال العجينه. فوالا كنبدا كما كتشوفوا الفراغات ضروري انهم يكونوا مملوئين. اين فوا كنشوفوها كتبدا تنشف وكتنشف لينا من الجناب، صافي كنقلعوها.
نورمال طب ماشي قاصحين رطب رطبين. كدير لنا هاد المقادير كيدير لنا واحد الكميه اللي كثيره بزاف كما كتشوفوا. انا ما درت لا زيت لا حتى حاجه وها هما ما كيلصقوش يعني كنطيبهم كنديرهم ديريكتومون فواحد الطباسي كنغطيهم ضروري انكم تغطيوهم. فوالا نتمنى انكم تجربوا هاد هاد الورقات كيجيو فريمون زوينين. دابا غادي ندوز ندير معكم واحد شويه ديال البريوات نقليهم. غادي نديرهم غير بالفرماج غير باش نوريكم كيفاش كيجيو من كيتقلاو. خليكم معايا. هاي الورقه ديالي كندير لها شويه الزيت. الزيت انا درتها حيت غادي ندير الحشوه. اما من تكونوا كطيبوا كديروه في الطبسي يعني بلا ما ديروا بلا ما تدهنوهم بالزيت من بعد الطهي. انا غادي ندير لو فرماج اتارتيني. انا غير بغيت باش نوريكم كيفاش كيجيو من بعد ما كنقليوهم. عندي شويه ديال الزيتون مع نسم الزعتر ودابا غادي نديرهم على شكل سيجار. شفتو كيفاش دايره الورقه؟ فريمون كتجي رائعه. هذه هي الورقه ديالنا. اي فوالا سيداتي انا وجدت لكم هذه البريوات غير باش تشوفوا كيفاش كتجي القرمشه ديال هذه العجينه. كتجي بحال العجينه العاديه كنشريوها من السوق. غير شنو هي هادي ديال الطاش حاجه اللي كنعرفوا شنو كناكلو. فوالا نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه والى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك. وكنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله مع وصفه جديده. سلامه.